باب اسم من رفع رأسه قبل الإمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج ابن المنهال ومن ثقات الأسباب رواه الجماعة. قال: حدثنا شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، عليكم السلام ورحمة. قال: عن محمد بن زياد القرشي الجمحي مولاه، قال: أبو حاتم الرازي محله الصدق، وقال أحمد ثقة، وقال النسائي ثقة. نعم. قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم، أولا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ في رواية ابن حبان وفي غيره قال: أن يجعل الله صورته صورة كلب. الله تعالى. باب اسم من رفع رأسه قبل الإمام، أي حرمة مسابقة الإمام، أي حرمة مسابقة الإمام. هذا الحديث في مسائل عظيمة جدا وجمل. من هذه المسائل، المسألة الأولى في قول: أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام، فيها تحريم رفع الرأس قبل الإمام ويأتم صاحبه. وهذه معناها الأمر بالمتابعة. هذا تحقيق أيضا لقوله: إنما جعل الإمام يسمى به، فتحرم المسابقة ويجب المتابعة، ومن سابق أثم. وهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا قلنا باسم من سبق الإمام، إذا قلنا أنه يأثم على ذلك، إذا قلنا باسم من سبق الإمام عليه السلام والدرس، فهل إن سبقه تبطل صلاته أم لا؟ هل إن سبقه تبطل صلاته أم لا؟ المسألة خلاف بين العلماء. جمهور أهل العلم يرون أن الصلاة لا تبطل، يرون أن الصلاة لا تبطل، وأنه ما دام قد أتى بالأركان والشهود فالصلاة صحيحة وأثم أن سبق الإمام. والحنابلة وأهل الظاهر قالوا تبطل الصلاة، وبطلان الصلاة عندهم لتحقيق القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار، فيها الوعيد الشديد الأكيد، تضمن النهي فهي، والنهي هنا يقتضي الفساد. وقالوا ثلاث تبطل. والحق أن قول الحنابلة وقول الظاهرية أقرب وأسعد بالدليل من الجمهور، فبطلان الصلاة أقرب، بطلان الصلاة أقرب من صحة الصلاة. المسألة الثالثة: لقوله صلى الله عليه وسلم: أولا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار؟ فيها المسخ، وهذه الأمة تحدث فيها المسخ والقتل، تحدث فيها المسخ والقتل، و
ولكن جماهير العلم يرون أن المسخ مسخا معنويا، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل رأسه رأس حمار، قالوا هذا معناه أنه يجعله بليدا كالحمار من البلادة. وهذا والله تأويل الكلمة، تحريف الكلمة عما واضعه. قالوا يعني يصاب بالبلادة وعدم الفهم، وهذا تأويل عن الظاهر. ويرد هذا التأويل أن النبي قال يجعل صورته صورة كلب، ما قال حمار، قال يجعل صورته صورة كلب، بس فيها دلالة أنه سيحدث مسخ لمن فعل ذلك. ممن قال بأنها معنوية وليست حسية، يقولون أن كثير من الناس يسبقون الأئمة ولم يحدث لهم ذلك. قلنا نعم، ويلحقهم الوعيد، وليس الأمر بمستلزم أن يكون على التوام هكذا أو يكون الجميع هكذا، والله له حكم شؤون في عباده، لكن لابد أن يترقب أن يلحقه الوعيد بذلك. فالصحيح أنه يحدث المسخ في هذه الأمة، وأن من اعتاد على أن يرفع رأسه قبل الإمام إن الله يحول صورته لصورة حمار. ونسأل الله جل في علاه العفو والعافية. نعم. وهذه كما قلنا جاءت في السجود، يعني هذه الرواية جاءت في السجود. لذلك بعض الرواة قال أما يخشى أحدكم، رواية أولا يخشى، وفي سنة أبي داود قال أما يخشى أو ألا يخشى شك، وأما بتخفيف الميم، وهذا حرف استفتاح. رواية عمر قال الذي يرفع رأسه والإمام ساجد، فالتنصيص في المسألة على السجود، وإن كان الأمر عام في السجود وفي الركوع، وذكر السجود لأنه الأخص بالصلاة والركوع يلحق به، فهذا تمثيل لغيره. نعم. الفوائد المستنبطة: يبقى لنا قبل الفوائد المستنبطة أننا قلنا بأنه يحرم المسابقة ويجب المتابعة، وسكت الشر وسكت الحديث عن المقارنة. فمنهم من قال مقارنة الإمام تلحق بالسبخ، ومنهم من قال مقارنة الإمام مسكوت عنها فلا حكم لها، يعني لا تطر الصلاة بها ولا يلام صاحبها، وإن كان الأكمل أن يكون متابعا، وهذا الأصح والأسهل. الفوائد المستنبطة: المسخ في هذه الأمة يحدث، وأصله من مخالفة الشرع، فإذا سألنا وجوب متابعة الإمام